بكم مشاهدينا من جديد. تشير دراسات فرنسية جديدة على أن ضعف السمع عند الكبار يتسبب في التدهور في الإدراك ويتسبب كذلك في الزهايمر المبكر. خلينا نتعرف أكثر على هذه التفاصيل الدراسة خلال ضيفي عبر الهاتف الدكتور فهد الوهابي. مساء الخير دكتور فهد. مساء النور. يعطيك العافية دكتور فهد. أنت عضو في مجلس أستاذ فهد أنت عضو في أنت عضو في مجلس إدارة ورئاسة اللجنة العلمية في الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر. الله يحييك معنا. بداية دكتور إيش تعليقك على هذه الدراسة؟ الدراسات كثيرة موجودة مشابهة اللي تربط بين تغيرات مبكرة وفرصة الإصابة بمرض الزهايمر، من بينها ضعف السمع وضعف حاسة الشم أو تغير في طريقة المشي. وهي دراسات مهمة لكنها إلى الآن ما ثبتت علميا بشكل متكرر، لذلك يعني ننظر لها بشوية حذر بس عشان ما يخافون الأشخاص اللي يعانون شوية من ضعف السمع. طيب دكتور، مرض الزهايمر يصيب يعني كبار السن بس، هل احنا في حالة انه اذا صاب مبكر ممكن تكون إصابة مبكرة؟ وش نسبة مرض الزهايمر كمان عندنا في المملكة؟ نسبة مرض الزهايمر في المملكة يعني لم يتم تحديدها بشكل علمي وواضح، لكن عالميا المرض يصيب بشكل شبه ثابت حوالي 5% من كبار السن، وعدد كبار السن في المملكة حسب التعداد الإحصائي الأخير حوالي 900 ألف إلى المليون شخص في المملكة، يمكن عددهم زاد الآن، لذلك تتوقع أنه عدد المصابين في مرض الزهايمر في المملكة راح يكون بحوالي عشرات الألوف، يعني ما يقل عن 40 إلى 50 ألف إذا ما تلناها بالإحصاءات العالمية. طيب دكتور، الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر أكيد لكم فعاليات كثيرة لنشر الوعي في المجتمع، وش هي آخر فعالياتكم؟ آخر فعالياتنا التوعوية هي الفعاليات، المقصود بالفعاليات التوعية طبعا هي الفعاليات اللي يختلط فيها الجمهور المجتمع ب مقدمين الخدمة بالمصابين بالمرض بأسرهم بالمتطوعين من الجمعية. فآخر هذه الفعاليات هي ما هي آخر، هي راح تحصل بعد يومين يوم السبت، هي فعالية نبقى اللي راح تكون في الدرعية، لكن يوجد فعاليات مشابهة تقريبا كل شهر إلى شهرين في مناطق مختلفة في المملكة. أتوقع كمان اسمها فعالية قرية الزهايمر اللي حتكون موجودة. هي قرية الزهايمر جزء من الفعالية، والفعالية لها أجزاء مختلفة، لكن كلمة نبقى يمكن تصف كثير من الأشياء اللي تحصل في الفعالية نفسها. طب ليش اخترتوا يعني منطقة الدرعية بالذات لإطلاق فعالياتكم هذه؟ منطقة الدرعية مثل ما تعرفين منطقة مفصلية في تاريخ المملكة العربية السعودية، وما زالت إلى الآن منطقة لها طعم تاريخي، منطقة زراعية إلى حد ما، ومنطقة عادة كبار السن يمكن يحسون فيها بشعور مختلف عن الإحساس اللي ممكن يحسونه في الرياض، في مدينة الرياض. لذلك وجودها بالإضافة للتغيرات الكثيرة التطويرية اللي حصلت فيها في الفترة الأخيرة بما فيها افتتاح منطقة الجيري ساعدت على جعلها مكان مثالي لإقامة هذه الفعالية. هو كمان مكان جميل. طيب دكتور فهد، تحدثني أكثر إيش الفعاليات اللي حتكون موجودة؟ يعني أنا بالذات شدني صراحة فعالية قرية الزهايمر يعني من الاسم حقها. فعالية قرية الزهايمر أول شيء تم اختيار هذا التاريخ يتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، والجمعية حرصت على أنه تدعم فكرة التطوع جنبا إلى جنب مع فكرة التوعية بالمرض، لأنه كثير من الأعمال المرتبطة بمرض الزهايمر هي أعمال تطوعية ما هي أعمال وظيفية ولا نظامية. خلينا نقول مثال بسيط، يعني تقديم الرعاية لمريض المصاب بمرض الزهايمر يتم تقديمه من أفراد الأسرة. الأعمال هذه هي جزء من الإحسان والبر اللي نقدمه لهم لأنهم أبوينا، ولأن حرصنا يعني أن نكون ملتزمين قدر الإمكان بدين الإسلام اللي يحظى على بر الوالدين. لكن في كثير أشخاص يقدمون خدمات مشابهة لمرضى الزهايمر وهم ما بينهم وبينهم علاقة مباشرة، وهذا اللي نحرص عليه من خلال تشجيع فكرة التطوع أنه تزيد مثل هذه الأعمال ولا تكون مرتبطة بس بأفراد الأسرة. ففي القرية تفضلك عن القرية. فالقرية هي الأنشطة اللي فيها تجسد بشكل حرفي فكرة التطوع وارتباطها بمرضى الزهايمر. بمعنى آخر القرية راح يكون فيها كثير من الأشياء اللي تمثل المرض وتجسده، مثلا مرضى أفراد أسرهم
أدوات يستفيدون منها متعلقة فيهم، يعني ما أبغى أقول كل التفاصيل عشان ما أحرق المفاجأة، بس فيها أيضا أشخاص كثيرين تطوعوا أنهم يحضروا هذاك اليوم يوم السبت القادم لكي يساندوا الفكرة، في فنانين وفي شعراء في جهات داعمة وفي أشخاص عاديين وفي أطفال. فالهدف من القرية هو تدعيم فكرة الدعم لمرضى الزهايمر وأسرهم بكل الأشكال الممكن. نعم طبعا دكتور، بحد ذاته يعني انكم اخترتوا منطقة الدرعية، هذا شيء مرة جميل، وكأنه يعني زي تعملون فلاش باك للمريض يعني، او تنشيط لمريض الزهايمر. طبعا يعطيكم الف عافية على هذه الافكار صراحة. الله يعافيك. يعطيك الف عافية دكتور فهد، عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة العلمية في الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر. أعزائي المشاهدين، موضوعنا الأخير اليوم هو موضوع شيق جدا، وفي نفس الوقت طبعا كلنا نعرف أنه رياضة السباحة ورياضة الرماية وركوب الخيل هي من أهم الرياضات اللي موجودة اللي لازم إحنا نعلم أبنائها. طبعا إيش قصة هذا الرياضة وين نصيب البنات فيها؟ خلينا نشوف هالتقرير مع بعض ونرجع نناقش موضوعنا في الاستديو مع ضيفنا. تشتهر بعض الدول العربية بالعديد من الرياضات التراثية التي توارثتها الأجيال وقامت بتطويرها لتتماشى مع متطلبات العصر الحديث، ولربما من أبرز هذه الرياضات هي رياضة الرماية. ولكن المتعارف عليه في المجتمعات أن رياضة الرماية قد تكون حكرا للرجال، إلا أن النساء قمن بكسر هذا الاحتكار. مؤخراً نلحظ تزايد الإقبال على رياضة الرماية بالأخص بين النساء، وتختلف رياضة الرماية بأنواع كثيرة لتشمل 7 أنواع مختلفة، وهي البندقية والرماية الأطباق، إسكيت، أسفل الخط، المسدس الحر، والرماية سريعة الطلقات، ويتم فيها جميعاً استخدام أسلحة وذخائر مختلفة. ولاقت مؤخرا رياضة الرماية رواجا كبيرا وإقبالا أكبر بين النساء في مختلف العالم العربي، ليقتحمن عالم اعتقد الناس أنه مخصص للرجال، وليطبقن مقولة المساواة بين المرأة والرجل، وإن المرأة لا تعرف المستحيل. وقد أثبت علميا أن رياضة الرماية لها فوائد كثيرة على المرأة، نتعرف عليها في سيدتي. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ونتعرف عليه أكثر وفوائد هذه الرياضة، ورحب بضيفي في الاستوديو الدكتور مشعل. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا كابتن مشعل. أهلا وسهلا كابتن. بداية، وش هي رياضة الرماية يعني؟ طبعا رياضة الرماية بالسهام هي أقدم رياضة في تاريخ البشرية بشكل عام. هي من رياضات الإسلامية واللي حث عليها الإسلام بتعلمها. طبعا رياضة ممتعة وشيقة وممكن تمارس لجميع أفراد العائلة بمختلف الأعمار. طيب صراحة الأيام هذه البنات طالعين بهبة بصراحة، ركوب الخيل الحين، الرماية، يعني حست نشطت أكثر في هذا الجيل ولا كابتن؟ بالضبط، يعني رياضة فيها خصوصية، يعني ممكن العائلة تمارسها في أماكنهم الخاصة، يعني صار في يعني نشاط اكثر، توجه اكثر لها من جهه العائله بشكل اكبر يعني. نعم طيب تفتكر كم عدد يعني الفتيات المقبلات على هذه الرياضه اذا قارناهم برجال، بالذات هذه اللي احنا قلنا جيل هذا الايام صار مقبل على هذه الانواع من الرياضات؟ طبعا في السعوديه العدد قليل جدا، يعني بحكم انه ما في رياضه نسائيه في المملكه، لكن في الخليج ما شاء الله في توجه. تدرب المنتخب البحريني؟ بالضبط، انا الان مدرب منتخب البحريني تقريبا من سنه. ففي البحرين ما شاء الله يعني فريق السيدات عندنا، فريق البنات اكثر من فريق الشباب، تقريبا عندي 7 إلى 8 بنات يتدربون، بينما في فريق الشباب تقريبا 5 لاعبين. طب عاده في اعمار معينه يبداوا يعني لازم يلتحقون بهذه الرياضه؟ لا، هي ما في اعمار معينه، يعني اذا كان الشخص او الممارس عنده المام بوسائل السلامه
فممكن نبدا معاهم باعمار يعني صغيره، ممكن تبدا من 5 6 سنوات ما في اشكال يعني. احنا كمان عندنا مشاركه من الامارات الحبيبه، عندنا شوق الشحي لاعبه في المنتخب الاماراتي، مساء الخير ونبغى نقول لكم يعني مبارك عليكم 44 ان شاء الله في الامارات الشقيقه. مساء النور، الله يبارك فيك يا رب. يعطيك العافية. شوق، خليني أسألك سؤال، كيف كانت تجربتك في هذه الرياضة وليش بالذات رياضة الرماية؟ والله أنا شاركت في الرماية من يوم ما كنت تقريبا 12 سنة، وهاللعبة أنا اخترتها يعني مدربتي، أنا جيت مدرستي يعني واختارت يعني معظم اللاعبات وأنا كنت منهم. قررت أني أستمر في هالرياضة لأنها لأني يعني انا انسان يعني امل بسرعه وما مو بنشيطه يعني، فقررت ان انا اظهر رمايه لان اولا حبيتها وعلمتني وايد اشياء مثل الصبر وقوه التحمل. هو شوق الصبر وقوه التحمل مره حلو، بس يعني الرمايه يعني اصوات الطلقات اللي موجوده يتهيالي انها ما هي سهله يعني، كمان على بنت يعني البنت طبيعتها تحب الهدوء ولا؟ لا والله. طب شلون؟ هي يعني اساسا لعبه الرماية لعبه يعني هاديه، يعني في البطولات في وقت التدريب بيكون يعني المكان هادي عشان الرامي او الراميه يعني انه يقدر يركز يقدر يصوب. نعم. طيب كابتن مشعل شاركنا بس يعني يعني شوق ما شاء الله عليها لاعبه في المنتخب يعني، فايش كيف تقيم التجارب البنات عندنا في الخليج هنا؟ طبعا الرياضه في الخليج بدات من فتره قريبه تقريبا من 6 7 سنوات يعني، بدات في الامارات وفي الكويت وفي البحرين حاليا. التجربة يعني انت عارف البدايات في اي مجال تكون صعبة في البدايات يعني، لكن شوق معنا كمان هي على الخط يعني، ممكن يعني نسأل يعني كيف كانت البدايات يعني. شوق طبعا ما شاء الله، شوق يعني قبل فترة اتوقع حققت ميدالية في الامارات، فشوق من اللاعبات المتميزات ما شاء الله يعني. ما شاء الله عليك يا شوق، تسمعيني يا شوق؟ وياكم على طبعا شوق ما شاء الله لاعبة متميزة ومجتهدة يعني، مع انه يعني للدراسة ما عاقتها ما شاء الله عن ممارسة الرياضة، وشوق أعتقد أنها تتمرن برضو من حبه للرياضة، خاصة رياضة القوس والسهم، عندها لوحاتها الخاصة وأدواتها في البيت فتتمرن في البيت بعض الأحيان يعني. ما قلت لي إن هذه المعلومة يا شوق، ها الكابتن قال لنا إياها. لأن وقت التدريب عندي يعني نحن بس تدرب جمعة وسبت فما يكفينا يعني، فأنا عندي يعني هدفي في البيت وأتدرب يعني كل يوم. طبعا شوق يعني احنا نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، كنت ضيفه عزيزه علينا شوق الشحي من الامارات، يعطيك الف الف عافيه. كابتن خليني ارجع لك يعني زي المثال زي شوق كذا، مثال جدا يعني رائع. انا برجع هنا صراحه للسعوديه، في عندنا نماذج زي كذا ممكن تكون موجوده؟ ممكن تكون يعني ممكن يكون في اماكن اذا توفرت لهم الاماكن المناسبه وبيئه تدريب مناسبه يعني تتناسب مع طبيعه مجتمعنا، ممكن ليش لا يعني، جدا ممكن يعني. طيب كابتن، طيب على الصعيد التدريب نفسه للبنات، ايش البيئه المفروض اللي تكون موجوده توفرونها انتم؟ كيف تتدرب يعني بس الرمايه حقتها كيف تتدرب عليها؟ طبعا يعني بالنسبه للبنات اذا لازم توفرهم خصوصيه في التدريب يعني، انه انا افضل انه من مع العنصر النسائي يكون في مدربه يعني. هنا يجي سؤال، عندنا انعدام في المدربات. هو طبعا في انعدام مدربات لانه ما في لاعبات من الاساس يعني، متى ما كان في لاعبات واكتسبوا الخبر مع الوقت وما راح يتحولوا مدربات يعني، لانه اللعبه اذا بدينا فيها راح تكون يعني راح يحبونها يعني اللاعبات، فمع الوقت يعني اللي مثلا تنشغل وتشوف نفسها في التدريب افضل منها في اللعب يعني ممكن تحول على التدريب. طبعا مثل ما قلت لك اذا وفرنا البيئه المناسبه للبنات، مكان مهيئ ممكن يكون في خصوصيه لهم يعني، ممكن يتدربون وممكن تكون في نتائج يعني بشكل كبير يعني، ما اتوقع انه متى ما توفرتهم البيئه يعني النتائج راح تكون موجوده باذن الله. طب التجارب اللي انت اخذتها مثلا في تدريب البنات، تفتكر ايش
ايش ممكن يكون اكبر عائق يكون قدام البنت في البدايه في هذه اللعبه؟ هو طبعا في البدايه اللعبه تحتاج قوه بدنيه خاصه في الجزء العلوي من الجسم يعني في الاكتاف واليدين يعني. بحكم ايش كابتن؟ بحكم انها كيف تمسك السلاح يعني؟ بالضبط كيف تمسك وكيف تثبت يعني تحتاج الى ثبات وتحتاج الى شويه قوه في العضلات. وبنيه البنات في الخليج شوي يعني ضعيف يعني غالبا. فمع الوقت اذا الاستمرار على التدريب استخدام برضو وسائل تدريب مساعد وسائل تقويه يعني تدريب تقويه مساعد مع الرمايه يوصلون للبنيه المناسبه المطلوبه للراميات القوس والساعد. طيب كابتن اني افهم من كلامك انه في مراحل في هذه اللعبه أكيد. يعني في يعني متقدم ومبتدئ، ايش هي المراحل اللي ممكن تكون موجوده؟ اكيد يعني في البدايه نبدا معاهم مرحله مبتدئين نستخدم معاهم ادوات تكون خفيفه الوزن، القوة السحبة تكون أخف، المسافات اللي نرمي عليها ما تكون مسافات بعيدة يعني تكون مسافات قريبة، الأهداف والتارجتات اللي نرمي عليها تكون تارجتات كبيرة يعني عشان إنه احتمالية إنه دقة الهدف في البداية تكون قليلة، فعشان ما يصيب اللاعب أو اللاعبة إحباط نحاول إنه ترمي على هدف كبير وعلى مسافة قريبة. طبعا بعد مرحلة المبتدئين يعني ممكن تستمر مرحلة المبتدئين من 6 شهور إلى سنة. بعد اللاعب يكون يعني من فترة التدريب المتواصل يكون عنده خلفية في الأساسيات. بعدين ننتقل لمرحلة المستوى المتوسط. يعني وقتها نغير الأدوات، ننتقل أدوات متقدمة نوعا ما. ننتقل برضو مسافات أبعد. اللاعب مع الوقت هذا يكون كسب خبرة وكسب قوة بدنية مناسبة. بعد فترة برضو ممكن ننتقل نشوف مدى تطور اللاعب أو اللاعب. وبعدها ممكن ننتقل اللي هو البروفيشنال او المرحله الاحترافيه. طب كابتن ايش اهم النصائح اللي انت توجهها لاي احد حابب يبدا يعني هذه اللعبه؟ طبعا النصيحه الاولى دائما نوجهها للاعبين واللاعبات او بشكل عام سواء اللي بياخذها حتى لعبه ترفيهيه وجيده يعني ممتعه يعني ممكن تمارس في اي مكان يعني في البيت اذا متى ما وفرت وسائل السلامه. دائما ننصح انه في المكان اللي نمارس فيه رياضه القوس والسهام انه توفر وسائل السلامه بشكل كبير. برضو ننصح انه يعني تكون في مكان امن يعني خلف الهدف ما يكون مثلا في اشياء متحركه ما يكون في احد يعني متحرك خلف الهدف. ننصح باستخدام الادوات المناسبه لكل شخص يعني في لانه وهذه لازم يرجعون فيها المدرب او احد خبير في اللعبه يعني لانه استخدام الادوات المناسبه يعني ممكن اذا ما استخدم ادوات مناسبه له ممكن تسبب له مشكله لا سمح الله. وبس هذا يعني في البدايه بس كم تعليمات سلامه بس انه نحرص عليها عشان يستخدموا لازم يتوخون السلامه في الاول وفي الاخير يعني ويستمتعون بعد كذا بالممارسه اللعبه. يعطيك العافيه كابتن مشعل، يعطيك الف عافيه وشكرا لك. الله يعافيك، شاكر ومقدر لكم. شكرا اعزائي المشاهدين، بهذه الفقره وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. بكره استنونا حلقه اكيد جديده ومتجدده من برنامج سيدتي، وتمسون على خير.